ان شاء الله. دكتور يادس مساء الخير. مساء النور. يعني تحت الهواء كنا عم نحكي شوي عن يلي صار بانفجار 4 آب والاضرار الكبيره يلي لحقت مصالحك بلبنان مثل ما لحقت مصالح كتار وتاثر فيها منزلك. اليوم ما بتلاقي بمكان معين انه ثوار 17 تشرين او المنتفضين يلي كانوا موجودين على حق؟ الدولة مهملة، الدولة ما عرفت تجاري كل ما يجب، ما عرفت تقوم بواجباتها لتحمي مواطنيها. هلا كلنا عارفين انه الدولة بلبنان من وقت ما كان في دولة بلبنان في اهمال، هذا الشيء هو نتيجة ثقافة موجودة بلبنان وتعممت عبر السنين يلي هي برأيي سبب كل مشاكلنا. يعني احنا الأكثر شيء بحاجة له هو ثورة ثقافية بالمعنى، إذا بدك الماويست تبع الكلمة وقتها ماو زيدونغ عمل ثورة بالصين، مش نفس الأهداف تبع ثورة ماو زيدونغ، ولكن نحن بحاجة أنه نرجع نعيد النظر بتعطينا مع الأمور. يعني ثورة ثقافة البسيطة وثقافة البكرة والإهمال بس المشكلة أنه يلي صار أنه كل المسؤولية انكبت على فرد محل، بينما في تراكم سنين وفي مسؤوليات عدة. هلأ الثوار فزوا على الموضوع، ويمكن لأنه كان في حدا عم يرشدهم. يعني أنا وقت بشوف الطريقة اللي صار فيها التعاطي مع هالكارثة ابتداء من نفس الليلة، يعني مروان حميدي بنفس الليلة قدم الاستقالة، كان في بتذكر تيوري تبع الشوك اند او اند او يلي هي استراتيجيه امريكانيه يلي بتعمل انت صدمه وبتعمل نوع من الروعه من الرعب بتقدر تكربج الدماغ، بتاخذ الواحد بالعواطف، بيكون في حدث كثير مهم العواطف بتتجيش وبعدين انت بتوجه تفكيره والاتهام. بس هذا شيء طبيعي، يعني لا منطق الفشل بيوديك لهذه النقطة. الطبيعي عادة أنه يجرب واحد قد ما فيه يضله يشتغل بالفكر، ما بيحمل المسؤولية للي منه مسؤول، لأنه وقت أنت بتجي واحد ما بيكون في عليه مسؤولية بتكب عليه المسؤولية، بتكون أنت عم تعفي المسؤول من أنه يدفع الفاتورة تبع غلطه. المسؤولين القانون والقضاء رح شوي شوي رح يحددهم، في مسؤوليات وفي تفاوت. وقت الناس بيكونوا مسؤولين، في واحد يكون مسؤول عن موضوع بيتحمل مسؤولية 5% وفي واحد بيتحمل مسؤولية 80%، ما فينا نساوي بين يلي بيتحمل 80% ويلي بيتحمل 5%. تكون واحد عادل بده يعرف كيف يحمل يوزع المسؤوليات، بس ما في ينفي المسؤولية المعنوية. المسؤولية أيضاً. الكل مسؤول عن يلي صار بدرجات متفاوتة، من يلي بيشتغل بالبور وعرف لحدية إذا بدك توصل لرئيس الجمهورية في مسؤولية، بس يمكن أقل مسؤولية بتقع على يلي قاعد، لأنه ما شغلة رئيس الجمهورية يكون قاعد يعمل انفنتير ويكون عارف شو موجود بكل بور وبكل ديبو بكل نقطة بالبلد. يعني ما في يكون حتى لو سوبرمان، ما في الواحد، يعني أنا بالبيت عندي ما بكون عارف شو في أوقات على التدخيتي وشو في بالأبو. بعدين هن منا مواد تصنف إذا بدك إنها مواد متفجرة، في عندها غير استعمالات. يعني معقول ينفجر الغاز، هدول تبعول الغاز إذا ما في صيانة عليهم. معقول كمان إذا بدي روح بعد على مثل أبعد، معقول أنا أعزمك على العشاء لعندي وكون أنا عندي سكين أو سيف حلو حاطه ديكور وإلي حق حطه، منه هو مفترض يكون سلاح، ويكون أنا عندي واحد مجرم أو مختل عقلياً وماني عارفه، وبالعشاء انت تتصادم معه ياخذ السيف عن الحيط ويقتلك. ماني انا اللي يعني بيقع علي مسؤوليه لانه انا حاطط سكين على الحيط عندي او سيف لانه عجبني منظره، بس ماني علي مسؤوليه 5%. اذا واحد فز عن بنايه وقع على سيارتي كمان ومات، كان هو عم ينتحر ولكن مات على سيارتي، في مسؤوليه علي، بس ما معناتها انه انا يلي قتلته او يلي انا تسببت بالجروح، سلامة قلبك، بس انه بالجروح يلي لحقت فيك. المسؤول هو اللي لقط هالسكين وشكوا فيك، المختل العقلي. دونك هون في مئات السنين من الفكر والفلسفه ادت لقوانين، ما فينا نحن دغري نفز انه شو ما يصير بالبلد
المسؤولية على الرئيس بأحداث سبتمبر 11 أيلول، من المسؤولية على الرئيس أمريكا حتى لو في مسؤولية صغيرة، بس مش بتجن على رئيس الجمهورية، بتجن على القاعدة. يعني بده الشعب عندنا يرجع، أو أنا بفهم أنه أول كم ساعة يكون في العواطف والغضب لازم يكون موجود والغضب مهم، ولكن لما منروق منرجع منفكر بالعقل. يعني العاطفة تطلع أوقات، كل ما يكون الشعب عاطفي كل ما تطول أكتر، بس لازم نكون مثل الشعوب يلي عقلانية ويلي بعد فورة العواطف بيرجعوا بيفكروا بعقلهم. أول نهار نهارين مسموح شو ما نسب وشو ما كذا بتقدر الواحد تتفهم، بس إنه شهر من بعد الحادثة نضلنا كل الوقت قاعدين نسب ونحكي حكي طالع بس نازل. اليوم ما تغيرت النظرة؟ اليوم يعني ما حسيت بمكان معين انه هيدا الشعب يلي عم تحكي عنه بلش يهدأ شوي ويرجع يفكر بعقلانية معينة، يوزع المسؤوليات بطبيعة الحال؟ نحن بمجتمع والمجتمع يسير باتجاه توزيع المسؤوليات وفقا لما يعلم على القليل. يعني اذا بحط الام تي في ما بحس انه وعي الشعب، او اذا بسمع الانترفيوهات اوقات اللي بيروحوا بيحطوهم. بعدين في مسؤولية كمان ببلاد العالم، في ديونتولوجي، في سي اس ال كونسي سوبيريور دو لوديفيزيوال يلي بيدير شو الحق التلفزيونات تعمل ولا. يعني اذا ام مفجوعه بموت ابنها ما فيك تحط لها الميكرو تحكي شو ما كان. يعني في احترام للعوائل يلي فقدوا حدا، والشخص لما يكون هالقد اعصابه واعصابه وعواطفه وكل شيء موجود بالانسان مجيش والعقل مطفي، لانه وقت الوجع يقوى كثير، وهون برجع على التيوري تبع الشوك اند او يلي هي الدماغ مشلول. الناس لما بدك تعطيها تتحكي وتدماغ يحكي مش تيحكوا شو ما كان والعواطف. بس انت بتعرف الاستثمار ميشيل، يعني انت بتعرف ما هذا المقرف. انت بتعرف انه اليوم بلبنان كل حادثه تستثمر باطارها السياسي، واليوم في اعلام لبناني بمكان معين يعتبر نفسه معني بمشروع سياسي، وهذا المشروع حقه انه يتعاطى اعلاميا بهذه الطريقه. يعني ما فينا دائما مش من حق حدا، مش من حق حدا يستعمل العواطف ووجع العالم تيستثمرها للمشاريع. المشاريع كل واحد له حق يكون عنده مشروع، ولكن المشروع ما له حق يستعمل العواطف والوجع، ما له حق يستعمل الإجرام، ما له حق يستعمل الكذب، ما له حق يستعمل المال. يعني في ضوابط بطلت موجودة عنا. الحرية قد ما يكون في حرية لازم يكون في بمقابلها مسؤولية. في شعوب بالعالم مثل السويد فيك توصل على حرية مطلقة لأنه الشعب مسؤول، لانه هدول محلات لحديت ما صار عندهم كثير هجره وناس. كان في محلات بالسويد بالسبعينات وبالثمانينات بتفوت بتشتري الاغراض بتدفع في صندوق بتحط المصاري، ما في حدا مسؤول عن المحل، ما في حدا عم بيبيع. يعني الشخص بس يشتري بشوف شو حق القصص وبحط المصاري. هدول شعوب متطوره، ولكن عنا نحن لسوء الحظ هون برجع بقول لك الثوره الثقافيه بتلاقي للواحد لابس ماركات من فوق لتحت ودرسوه باحسن مدارس وبيحكي ثلاث اربع لغات، بس بيكون متوحش. يعني بيكون متوحش بالمعنى انه الغرائز بتلاقيه بعده بينتخب مناطقيا وبينتخب طائفيا وبينتخب لانه اهله قالوا له، وبينتخب رئيس بلديه فاسد لانه مرق له البير القرطوازي اللي بده يكب فيه المجرور اللي بينزل على الـ على الـ على المياه الجوفيه. يعني نحن بالمظهر ما في اكثر منا مرتبين ومثقفين، ولكن تيجي بتحك شوي بتلاقي انه لا. رجعني شوي على نقطه الاعلام اليوم، نقطه الام تي في، برايك معه حق القصر الجمهوري يمنع الام تي في من الدخول، ام انه هنالك مبالغه؟ واليوم شفنا من بعد عمليه حريات وعمليه وهبه دفاعا عن حريه الاعلام وقمع الاعلام، ونحن سمعنا اكثر من مره انه رئيس ميشيل عون ينتهج قمع الاعلام وقمع الحريات. هو برجع بقول لك هون يكون في لو في سي اس ا فعال، هلا هو في عندنا بلبنان برئاسه المجلس الوطني للاعلام برئاسه عبد الهادي محفوظ، ولكن لو بيكون دوره وصلاحياته اكبر كان هو بيردعهم. يعني بفرنسا في اذا تلفزيون تخطى الحدود وقعد يركب اخبار، خاصه اذا اخبار على رئيس الجمهوريه ويتهمه بمواضيع ويقول عنه كلام نابي، اكيد بياكلوا كف من السي اس ا. ولكن بلبنان اذا ما عم بيقوموا بهالدور له حق
القصر الجمهوري يمنع عالم يفوتوا. بأمريكا ترامب بمحل دبكة مع سي ان ان كمان منعهم يفوتوا أو يسكتها للصحفية، وهيدا برد بالفيرست أمندمنت بالكونستيتيوشن تبعولهم بيسمح بالفريدوم أوف سبيتش، حرية التعبير وحرية الرأي على أقصى حدود. إذا هنيك وعملوها نحن أكيد لازم نعملها، ولازم يكون في تحرك بعد أكثر لضبط الوسائل الإعلامية، لأنه الإعلام ما في يكون سبب نعرات طائفية، ما في يكون سبب التأسيس لحروب. نحن ببلد إذا بتعطي تلفزيون لناس مش مسؤولين فيهم يخدوك على حرب أهلية. بأوروبا يلي هي بلاد الحريات في أحزاب ممنوعة، في حركات ممنوعة، يعني السلام الهتلري إذا الواحد رفع إيده تكون وصل على نص السلام بيكون أكل الضبط. في كلام، في كتب ممنوعين، يعني ما نفكر انه الحريه انه في الواحد يعمل شو ما بده. نحن ما عم نعرف نستعمل الحريه، نحن كنا عم نقدر نشتغل بفترات كان عم بيكون الشعب ممسوك، بس بتعطيهم حريه عم نصال كل مره على فوضى وعم نصال على مشاكل. صاروا معودين انه يكونوا ملجومين. مش هي الشعوب العربيه كلها نوعا ما؟ هي الشعوب المتخلفه، يعني العالم الثالث. العالم الثالث ايه يلي نحن منه، بس نحن بندعي يعني دوما انه نحن عندنا بوتنسيال اكبر من سوانا، بس على ارض الواقع ممارستنا لحريتنا عم بتكون خطا. نحن عندنا بالمظهر، نحن ابيديرميك، نحن حداده وبويا، يعني انت بتشوف سياره اوقات عم تلمع وحداده وبويا كثير حلوه، بس بيكون الصدي والهرق كلها من جوا والموتور منه شغال. نحن بنشبه هالسيارات، في مشكلة، في العالم ما بيقروا الكتاب، بيقروا الريزومي تبعه، بيسمعوا الريزومي، الناس بيعرفوا عن الموضوع 1%. عندك انت ببلد في ناس بتنتحل صفات، دكتور، واحد بيقول لك دكتور ما بيكون دكتور، واحد تاني بيقول لك خبير اقتصادي بيطلع بيحكي سطلانات على التلفزيون، يعني انا بتذكر وقت عملت حملة للندفع طلعوا بوجه الخبراء الاقتصاديين ما بعرف شو دارسين او شيء، قالوا انه انا ما معي حق واني عم هلوس انه المصارف اخذيننا على الكارثه ولبنان قائم على القطاع المصرفي. دونك انا من وقتها فهمت انه في كثير عالم بيستقبلون كخبراء، عم بحكيك بال 2007 ما هن شيء، يعني ما فيهم، يمكن ما فيهم يعلموا بالسيزيام اقتصاد لو في دروس اقتصاديه بالسيزيام، بس المستوى ما هو شيء. في ناس اوقات اطباء بلبنان وعندهم شهادات ما بتفهم من واجبين شهاداتهم وما بتفهم كيف عم بيمارسوا. يعني انا بقرا اوقات قصص عن الطب، شوف اوقات اصدقاء لي بيكون عنده ابن مثلا عنده شيء مرض بيقول لي شو الادويه اللي عم يعطيه هون الطبيب او الطريقه اللي عم بيعالجوه، حتى لو انه مني طبيب بفهم انه في شيء هلوسه. هالشيء رح اخذنا على كوارث، رح ياخذنا بعد اكثر لكوارث اذا ما استدركناه واذا ما لجمنا هالوضع المخيف. ميشيل، قبل ما افتح بعد في كثير ملفات ومواضيع بدنا نفتحها، بس انت تاثرت كثير كما ذكرنا ببدايه هذه الحلقه، وصار في دمار بالميوزيك هول ببيروت غير دمار منزلك. عم بتفكر اليوم، بس اقول لك شغله، انا كنت عم بحكيك تحت الهواء فيها، بس انا ولا مره لا حطيت صور ولا حكيت ولا نقيت، بس وقع انا اللي بيعرف الميوزيك هول دمر، اللي بيعرف موقع الميوزيك هول بيعرف بالساوند وباللايت يلي هن قلت عم تحكي ملايين الدولارات مش مئات الالوف. يعني انا اللايتنج والساوند تبعي مضروب اثنين، لانه اللي كانوا بستاركو كانوا محطوطين بالكونتينرات يلي هن على الووتر فرونت يلي بعيد 700 متر خط نار عن الانفجار، وما في بنايات بينه، يعني تعبوا كلهم فيهم ودمرون على الاخر. ولكن عيب، عديت انه عيب احكي بهالموضوع واني نق وقت اللي فيه هالقد عالم ماتوا، يعني الملك كله بيتعوض، واذا الواحد عرف يبني مره بيرجع يبني مرتين وثلاثه واربعه وخمسه. انا هون انا هيدا اللي بدي اسالك اياه، اليوم عندك ايمان بلبنان لترجع تاسس لمشاريع جديده او ترجع تنهض بما تهدم بالميوزيك هول يلي راح او بالمشاريع الاخرى يلي اقفلت من 17 تشرين؟ وين ثقه ميشيل الفترياديس اليوم بلبنان، بالاقتصاد اللبناني، بالشعب اللبناني، بالساس اللبنانيين؟ ليك انا عندي كثير ثقه بمستقبل لبنان. هلا المرحله هلا كثير صعبه، والمثل في كثير قالوه بس انه رح نرجع بنقوله انه بالمخاض وقت يكون المراه عم تخلف عم تولد بتقطع بمرحله، بتقطع بوجع، بتقطع. ولكن
من بعد هالكريزة رح نوصل لمحل حلو، ولكن بهالفترة صعب الواحد يقدر يشتغل، صعب الواحد يقدر يكون منتج. أنا عم تقلي عن الميوزيكول وعن مشاريعي، بوقفهم هلأ، بنطر تقطع هيدي الكريزة وبرجع بقلع. بس رح طول يمكن يعني اليوم، إذا يلي عم بيخططوا وعم بيعتبروا أنه هذه الكريزة لن تنتهي قبل نهاية عهد الرئيس عون، لأنه برأيهم في ارتباط عضوي بين هالنقطتين، يعني رح طول عندك بعد سنتين وشهرين. أنا برأيي رح تخلص قبل، وبرأيي رح بيطلع منها منتصر الرئيس. يعني ليه؟ على أي قاعدة؟ اليوم حضرتك شايف كل ما يجري، شايف ثقة الناس بالرئيس عون تراجعت، وهو على علم بهذا الشيء، وكان واضح بلقائه الأخير مع ريكاردو كرم. ثقة الجمهور بمشروع الرئيس عون بدأت تخف، أحلام الناس عم تتراجع. بأي إطار بده ينتصر؟ كيف بده ينتصر الرئيس عون؟ الوقت لمصلحة العماد عون. يعني برجع بتذكر وقتها جربوا يحكموه لفيدل كاسترو، جرب يستلم الحكم بكوبا قبل ما يستلمه، ومن بعدها بالمحكمة كانوا بيطلعوا حكم عليه انه هو سبب بأزمة كبيرة بكوبا. قال لهم بتقدروا تحكموني ولكن التاريخ سينصفني. التاريخ رح ينصف العماد عون، والتاريخ ما عم بحكي عن التاريخ انه بعد مئات السنين، ولكن مع الوقت هلا بهيدي الكريزة وحتى بالتحركات تبع الرئيس ماكرون وبيلي عم بيصير، الضغوطات منا على العماد عون، على الرئيس عون، الضغوطات هن على الباقيين. يعني نحن رايحين هلا على مرحله رح يدوب الثلج ويبين المرج. من مصلحته للعماد انه تبين كل الحقائق للرئيس، اللي بعد عم بقول فينا نعيط له عماد بعده عماد. الرئيس من مصلحته انه تبين كل الحقائق، لانه ما عنده شيء يخفيه. يعني نهار يلي بيصير فيه الفورنسيك اوديت، نهار يلي بيصير فيه تحقيق بمين سارق، بمين عامل جرائم بحق هالبلد، بمين انه مخطط غلط واخذنا على الكوارث، المنتصر الاكبر هو الرئيس عون، والباقيين كلهم رح ينشطفوا. يعني الغسله الكبيره صفت قريبه. نحن ما كان فينا هاللي صار هلا، ان الغام مزروعه على 20 30 سنه تفجروا كلهم بفرد وقت، وكان ضروري يتفجروا لانه باقيين. يعني ومنيح اللي طلعوا بعهد حدا قوي وبيقدر يتحملها للموضوع، لانه نحن انهارنا وصار في كارثه، بس كوارث على طول بتقدر تكون اكبر. يعني كيف فينا نكون نحن بمحل الفاجعه بعد اكبر بكثير؟ بيجي اوقات واحد بيقول لك انه هيدا الماكسيموم، لا مش الماكسيموم. يعني انت اوقات تطلع من معركه خاسر ايد، خسران ايدك، بتقول انه شو اخر العالم، بس في واحد يقدر يخسر ايديه واجريه ودينه وعيونه بالمعارك. يعني في ناس بتطلع من المعركه مضرره 99%، واحد بيطلع اوقات من المعركه مضرر 20 30%. دونك نحن مضررين، بس كان فينا نكون اكثر بكثير من هلا. كان فينا نحن نكون بحرب اهليه يلي هي ابشع. كان فينا نحن نكون البنوك مقفلسه ومش عاطي قرش لحدا، يعني حتى لو بعضهم عم يعطونا بالشهر. بعد ما وصلنا للنهاية ميشيل، بعدنا بالمخاض. المخاض قد يحملنا إلى يلي ذكرتها حرب أهلية، قد يحملنا إلى مزيد من الضغط المصرفي. اليوم وقتين نحكى أنه الدعم يلي مقدمه مصرف لبنان يمكن ينشيل، يعني نرجع نشوف ارتفاع فظيع بسعر. يعني رياض سلامة رح ينشيل، رياض سلامة رح بينشيل، ومسؤولية يلي عليه رح بتبين حجمه، والخطط الماليه يلي حط علينا البونزي سكريم يلي ركبوا، وكل الخزعبلات تبع الكشبنجيه يلي بياخذ من هون ومن هون، والخطط يلي حطها مع رفيق الحريري يلي ودتنا لهون وقت اللي راحوا تدينوا بمحلات، وصلت ل 42% وصلت خدمه الدين العام، وقت اللي كان فيك تكون انت بدل ما تتدين بالتواطؤ مع هالكم مصرف يلي ركبوا علينا الديون، كنا ناخذ الديون نحن من جهات كانت عطيتنا اياهم ب 4 و5 و6%، قرروا ياخذون ب 42%. في شيء ما ضروري الواحد يكون فيلسوف او عبقري تيفهم انه اذا واحد راح تدين ب 42 وقت اللي كان فيه يتدين ب 5 و6%، انه الموضوع فيه شيء منه طبيعي واكيد عم بيخبوا شيء كومبينا. بس هو الحل انه يروح رياض سلامه، هيدي هي حل لكل الازمات؟ لا مش حل، هيدي حل الازمه مش حل، ولكن على القليله بدايه حل. على القليله المسؤول عن هالموضوع بيقدر ساعتها يدفع حق اغلاطه، وبتقدر انت يبطل قاعد مثل ما هو قاعد بمحل وفي نوع من ابتزاز
وبس بتقرب لحده خط احمر وبصير في ما بقى فينا يعني ما بقى فينا نكفي بانه الواحد بيعمل الغلطه وما بيدفع حق الفاتوره تبع الغلطه. يعني هي هيدي ثقافه الافلات من العقاب هي اللي وصلتنا لهون، ما بقى في الواحد يعمل جرائم وينطر عفو عام تيرجع بعدين يعمل حاله قديس، ما بقى في واحد انه يكون عامل الكبائر وبده يقنع العالم وبده يجربه بالقوه ينسونا التاريخ. هي بالتاريخ العلماء هدول الخبرة تبع التاريخ بيعرفوا لك شو صاير الحديث بين أتيلا والبابا ليون تحت الخيمة من ألف سنة. بدو يقنعونا هلأ أنه نحن بالحرب اللبنانية ما بنعرف مين قاتل مين ومين هجر مين ومين دبح ومين، يعني في محل الاستهبال واستعمال الطائفية لأنه بالقوة بدنا نصير نحن أمنيزيك نفقد الذاكرة. وصل لمحل ما بقى فينا نكفي فيه. بقعد أنا أوقات مع عالم امبارح من عشية بعشاء، يعني بتقعد مع واحد بيصير بده يقنعك أنه قصص أنت شايفهم بعينك، أنه أنا شاركت بالحرب وشفت قصص بتكون شايفهم بعينك، بده يقنعك أنه لا تهيأ لك أنه أنت عم وبس ينزركوا على الأخير بيقولوا لك عم تنبش القبور وانت عايش بالماضي. لحظة بدي افتح معك انا هيدا الموضوع، بدي افتح معك اليوم في اتهام دوما انه في مجموعة من اللبنانيين تعيش على الماضي، مجموعة من اللبنانيين حاقدة، مجموعة من اللبنانيين تتنفس فقط حقد على القوة اللبنانية. رح افتح معك هذا الموضوع، بس اسمح لي قبل نروح على فاصل اعلاني سريع ومن بعدها منتابع. ميشيل الافترياديس، ليه حاقدين على القوات اللبنانية؟ ليش في هذا الحقد الذي لا ينتهي على القوات اللبنانية، على سمير جعجع؟ طوينا صفحة الحرب، مفروض خلصنا، فتنا، عملنا اتفاق مع راب وخلصت الخبرية، إجا الرئيس عون رئيس الجمهورية. ليك كلمة حقد أنا ما بحبها، ولكن أوقات تقدر الماضي تنساه، ولكن إذا يلي بوجهك كل الوقت بيرجع بيذكرك بالماضي وبيضله عم يتزاكى عليك وبيكون عم بيأسس لمشاكل جديدة مثل المشاكل اللي عودنا إياها بالماضي، ما فيك تقعد تكتف إيديك وتقول له كفي تخبيص. يعني واحد خبص مرة اثنين ثلاثة عشرة ما بدك إياه يخبص 20 30 40 مرة، لأنه يلي صار فينا ما بدنا يصير بولادنا. وسمير جعجع أنا ما عم بيجي حاكمه على النوايا، عم حاكمه ولا على خطابه الحالي، عم بيجي أقول إنه جربناك بالماضي وحكيت بالماضي وشفنا النتائج. دونك أنا إلي حق، بس حدا تكون جربته كذا مرة كون خايف من يلي عم بيحضره. وقت حدا قال بيمون الجنرال على باب القصر وشفنا اللي صار من بعدها، وقت حدا عمل اتفاقيات وقلب عليها، وقت يكون واحد تاريخه مثل تاريخ سمير جعجع، إلي حق أنا أنه نبه العالم وإرجع أذكرهم، خاصة أنه هو عم يجرب ينسيهم. إذا سمير جعجع كان راح عمل ناسك وقعد بشي دير أو شيء، أكيد ما كنا قربنا صوبه وما كنا منرجع كل الوقت بس أنه ما في يكون عم يستفزنا ويطلع يحكي كأنه قديس ويطلع يحكي كأنه هو ما عامل شيء وهو المخلص وهو بده مصلحة المجتمع المسيحي، ونضل نحن بالمقابل قاعدين ساكتين. في أجيال عم تربى على كذبة كبيرة، في أجيال ما عرفوا تاريخ لبنان. بأوروبا برجع على المثل الأوروبي، في أحزاب ممنوعة، في ناس أوقات يعفى عنهم أو بيعملوا المحكومية تبعولهم، بس لما يظهروا ممنوع يتعاطوا الشأن العام. بس سمير جعجع دفع ثمن هذيك المرحلة، يعني انسجن سمير جعجع 11 سنة عفوا، وانتقلنا من مرحلة لمرحلة. المحكومية تبعه كانت إعدام مخفضة، ما بعرف إذا تخفضت أو لا. بس مش سياسة الحكم كمان بجزء معين، يعني هنالك كان تدابير سياسية، هنالك دخلت على الخط وحولت المسار القضائي لقضية سمير جعجع. يطلب إعادة المحاكمة. يعني أنا برأيي إذا سمير جعجع بده يسكتنا وإذا بده يسكت الكل، خليه يرجع يطلب هلأ ينقي هو، مش ينقي، يطلب إعادة محاكمة بالقضاء اللبناني الموجود هلأ. إذا هو وقتها كان عم بيقول هيدي الحقبة السورية، هلأ السوريين منن هون. وحتى إذا وقتها عم بيقول الحقبة السورية، بالقضاة يلي وصلوا على الحكم
يلي طلع بسمير جعجع، في قضاة ما حدا عنده أي شك بنزاهتهم وبمناقبيتهم وبأخلاقهم. دونك هو إذا بده يرتاح من كل هالموضوع يرجع يفتح التحقيق. ونقطة تانية، فنحن نعرف مين إيه؟ يعني إذا هو برأيه أنه عملته الأجهزة تنفوت اللي عملوها على الحبس، لأنه جريمة كبيرة يلي صارت والجرائم اللي هو متهم فيها كمان كبار، كتير منيح أنه يرجع ينفتح. إذا هو بريء نقدر نحن نوصل للي عاملها. ميشيل، هيدا كانت حرب، يعني هذه الحرب الجميع أجرم في هذه الحرب، الجميع ارتكب في هذه الحرب، ليش بدنا نضلنا على سمير جعجع وحاطين سمير جعجع نصب عينينا، وكل ما نختلف معه بالسياسة بدنا نقله لسمير جعجع أنت مجرم؟ في فرق بين يلي قتل ويلي قتل، المقاتل غير القاتل. بالحرب بدنا ما نرجع كمان على أنه كلهم، يعني كلهم كل واحد حمل البارودة بالحرب هو مجرم. بفرنسا اللي حمل بارودة بصفوف الريزيستانس فرانسيز المقاومة بيعملوا لهم تماثيل وبيكرمون، وكل سنة على عيد تحرير فرنسا بيستقبلون الرئيس وبيعملوا لهم قيمتهم. ويلي حمل سلاح بوجه المقاومة ومع الاحتلال ويلي كان عميل حتى يجرد من أقل شيء، وحتى أنهم أعدموا على التحرير. بس النساء اللي ظهرت، النساء اللي ظهرت، نحن حرب اهليه للي كان بفرنسا، ما كانوا فرنسيين ضد فرنسيين كمان. انا عم بحكيك، مش عم بحكيك عن منطق اخر، انا عم بحكيك عن كولابو وريزيستان يلي كانوا اثنيناتهم فرنسيين. نحن بهيدا ما فينا نحن نيجي نقول بانه بهيدا الحرب كل العالم كان ما معه حق، وكل يعني نحن عم نفوت بنوع من عبثيه، ومن ابعد من العبثيه العدميه، النيهيليزم يلي هو انه كله مثل بعضه. هيدا هو نتيجة وسائل الاعلام ونتيجة ثقافة ما بعد الحداثة، يلي انه بمحل الانسان دماغه ما بقى يتحمل. يعني نحن عم نتعرض لكم من وسائل الاعلام ومن الاخبار ومن الخبرة انه الانسان يلي ما هو طالع عباله يقعد يقرأ فلسفة ويرجع كل الوقت يعمل زوم اوت ويطلع من يلي عم بيصير بالمجتمع تيرجع هو يعمل التحليل الفلسفي للموضوع بيضيع. يعني هيدا الإنسان يلي عنده أشغاله وراكد وراء لقمة العيش، أو يلي ما كتير مفكر، هيدا ضاع، تشوش، ما بقى يعرف شو الحق شو الباطل، ما بقى يعرف مين معه كلهم. يعني كلهم، طيب أوكي، أنا اللي حكيت فيها أول واحد لكلهم يعني كلهم، بس بغير محل. هي كفورميول حلوة، تلقطوا فيها، فرغوها من مضمونة وداروا فيها. أنا أطلقتها بالأو تي في عند جان عزيز سنة 2015. بياخدوا قصة وبيمشوا فيها الإعلام، النتائج تبعولها تقدر تكون كارثية. كان يقول لافازيه عالم الكيمياء الفرنسي، بي الكيمياء الحديثة، لناتور أورار دو فيد، الطبيعة ما بتحب الفراغ. نحن إذا بنخلق فراغ بلبنان بده حدا يعبيه. الفراغ يلي بيعبيه في قوتين، يا العدو يا أقوى واحد على الأرض، رح يصير في صدام. نحن ما فينا نكفي نفرغ، وقت نقول كلهم يعني كلهم، إذا فلوا كلهم مين بيحكم؟ مين بيطلع؟ ما بيبقى البلد بفراغ، الفراغ عطول بده يرجع يتعبى. بدك تخلق بالأول الثورات، عادة بيكون في ناس عندهم الكفاءات وبيكون عندهم برنامج، بيكونوا منظمين حالهم، بيكون عندهم ليدر وبيعملوا الثورة. الثورة الكوبية معروف مين كان الليدر تبعولها، فيدال وراول وتشي غيفارا، كان عندهم برنامج واضح وعملوا المعارك وعملوا قعدوا بسيرا مايسترا وعملوا كل المعارك اللي أدت إلى انتصارهم. نحن هون إذا هلأ قرروا كل الموجودين الساسي انهم يفلوا، مين تستلم؟ بولا يعقوبيان، مين هيدا جينور عايده، لوسيان ابو رجاء، هدول بيقدروا يديروا بلد. يعني ليه عم نستخف فيهم؟ ليه بدنا نستخف بولا يعقوبيان؟ ليه بدنا نستخف بلوسيان ابو رجاء؟ هول اسامي. ليه بدنا نستخف بواصف حركه؟ هول اسامي كلها شكلت قاعده معينه وتسير تقود حراك وعندها أهداف وعندها طموحات وعندها رؤية للبنان. ليش رؤية؟ لأنه ما في رؤية، لأنه هن بين بعضهم. إذا بتجي هلأ بتقلهم أنت زيحوا كلهم تعوا استلموا، بقتلوا بعضهم،
بيقتلوا بعضهم. هلا القتل تبع بعضهم ما رح يكون انه معركه، بيكون حليش شعر ومثبت وتبزيق وكب حجار على بعضهم، بس انه بيسالوا لمحل انه هن بخبطوا بعضهم. اذا هلا جيت قلت لهم بدنا نعين منكم وزراء، تنقول اذا اجوا الفرنسيين وقالوا انه بدنا نعمل مبادره خليهم يطلعوا الوزراء من هالعالم، هن بيقتلوا بعضهم، بتفوت بعشر سنين تيعطوك عشر اسامي. يعني هن على مثال السلطه، هن على مثال اللبنانيين. يعني بالنهايه هالثقافه اللبنانيه هي اللي طلعت السلطه وهي اللي طلعت الثوره. يعني اللي هلا عم يتنازعوا بين بعضهم هن كثير بيشبهوا بعضهم لانهم منبثقين من نفس الثقافه. المشكله المضبوطه هي الثقافه. انا ليه بحبه للعماد عون؟ لانه العماد عون من برامجه من ضمن برنامجه يمكن على راس اولوياته كل عمره كانت هي تغيير الثقافه، تحرير البشر من بعد تحرير الحجر. وهذا اللي بده يشتغل عليه كان العماد عون. وهو لما هالجنون يلي عم نشهده من سنه وشوي، هو لانه اجى هو دق بالاستابليشمنت. هالاستابليشمنت يلي هو موجود من ايام العثمانيين، فلوا العثمانيين وبقيوا البكوات والشيوخه والامراء، فلوا الفرنسيين وبقيت نفس الطبقه. فكل ما حدا بفل بيبقوا هن زيتهم بيرجعوا بيجددوا حالهم، بيطرقونا كذبه انه هن ساعدوا تيفلوا. يعني لما فلوا السوريين انسحبوا بال 2005 صار بدهم يقنعنا جنبلاط والحريري وبعض العالم من 14 اذار انه هن كانوا سبب بطرس حرب وغيره، انه هن ابطال التحرير. لا يا حبيبي، انتم كنتوا ايام الوجود السوري بلبنان كنتوا وزراء ونواب وكان ماشي حالكم عال. ما تقنعني انه لانه اخر كم شهر هو والسوري كلنا كنا عارفين انه جيوبوليتيكمان بالمنطقه مضطر السوري يرجع ينسحب على البقاع ومن بعدها برات لبنان قبل استشهاد الحريري، قبل ما يموت الحريري، انه انتم صرتوا ابطال. الواحد ما في بشهر وشهرين يمحي تاريخ عمالي 15 سنه. الكذب له حدود، ولكن بس قدروا قدروا يعني واقعيا قدروا مشوا بهذا الاطار ونجحوا. يعني صار اخر شيء الرئيس عون والتيار الوطني الحر، هن الجماعه يلي كان عندهم مشروع ضد السوري وصار عندهم قلبوا على كل معتقداتهم على كل مبادئهم، بوقت البقيه هن صاروا المحررين لهذا البلد واصحاب المشاريع التحريريه وانقلبت الايه. المشكله نحن ما فينا نكون كلبنان، المشكله ما فينا نكون كلبنان على عداء مع سوريا إذا سوريا بسوريا. المشكلة مع سوريا وقت سوريا بتكون بلبنان. منا قصة عقائدية، يعني نحن والسوريين ما فينا إلا نكون بأحسن علاقات، لأنه بالنهاية نحن شعبين إخوة انسقنا أم أبينا. يعني حتى بنص المعارك وقت كنا دبكينا معهم كانت معركة إخوة، لأنه السوري التركيبة الاجتماعية تبع الشعب السوري بتشبه التركيبة الاجتماعية تبع الشعب اللبناني ثقافياً. التوزيع إذا بدك الطوائف والإثنيات بسوريا تشبه لبنان، امتداد جغرافي هو ذاته. دونك نحن اللي ما بدنا إياه إنه يجي السوري كان لهون ويقوي عالم على عالم ويتدخل بالسياسات الداخلية يلي كانوا عم يعملوه من 75 لل 90، ولكن نحن لل 2005. ولكن نحن لما يظهر السوري من لبنان ما فيك تجي العداء. أور نحن بوجنا في ناس وقتها كان السوري هون كانوا طيابات معه وكانوا اعز الاصدقاء وفاقوا يحاربوا السوري وقت السوري ظهر من لبنان. هاي الفرنسويين بسموها اون روتار دونغار، يعني تاخروا، في عندهم حرب مؤخره. دونك الحرب تبعولهم يلي كان لازم يعملوها ضد السوري عملوها وقت ظهر السوري. وقت كان هون السوري كان ما بدهم يعملوا له حرب، وقت ظهر فاقوا يعملوا له الحرب. أنا معك بهذه النقطة، بس أنا يلي عم بحكي بالإطار الكبير جدا يلي قلب الموازين، يلي فرجى التيار الوطني الحر بموقع معين والبقية بموقع معين، واليوم العالم مشيت وراء البقية. وحتى جمهور التيار الوطني الحر يلي كان يقال من المؤسسين اعتبروا في خطأ بمكان معين وأرادوا الذهاب والرحيل إلى اتجاهات أخرى. ليك وقت تيجي تقول مشوا مع الباقيين، مين أكبر كتلة نيابية بالبرلمان هلا؟ التيار الوطني الحر. مينو رئيس الجمهورية؟ العماد ميشيل عون. الحكي تبع الإعلام والحكي تبع الصالونات مش هو اللي بيحدد واللي هو اللي بيقرر الناس مع مين ماشي. في انتخابات وبرهنت، وفي انتخابات راجعة جاية وراح تبرهن، وفي رئيس هو المنتصر الأكبر. يعني سمير جعجع
إذا بدك بالمسيحية، سمير جعجع منه شيء هلأ إلا رئيس حزب، لأنه لا نايب ولا وزير وقاعد بمعراب، وبالمقابل الخصم الأكبر المسيحي لسمير جعجع هو رئيس جمهورية. الكتلة تبع الحزب يلي هو كان رئيسه هي الأكبر، ويحو قاعد بقصر بعبدة. بقى ما حدا يجي يقول لي إنه مش الطيار هو الربحان بالمعادلات وبالشعبيا وبالنسبة للعالم كله. بس أي متى ربح الطيار؟ الطيار ربح لما عمل اتفاق مع راب، ولما مشي سمير جعجع بالعماد معاون رئيس للجمهورية. يعني هذه المعادلة، التيار لا يمكن أن يكون أو يحكم لوحده، والقوات لا يمكن أن تكون وحيدة، في تعاون لازم يكون بين الطرفين من أجل المصلحة العليا. إذا بدنا نقول بالقانون، إذا بتقدر تبرهن أنه كان في ليوني، يعني أنه فرضت عليك الشغلة أو أنه حدا حط لك الفرد براسك، تسقط المعاهدة. ما بفتكر أنه حدا حط له الفرد براسه لسمير جعجع، ولا انه تحت التهديدات وافق على العماد عون. هو وافق لانه وصل لمحل ما كان مضطر يوافق. دونك ربح العماد عون، واذا بعدين ما عجبه لسمير جعجع بتكون مشكلته لسمير جعجع، وبدهم يتاقلموا مع الفكره انه بلبنان رئيس الجمهوريه بكفي ولايته لو شو ما صار. يعني الحكي بيكونوا عارفين الشغله وبيحكوا ارحل وفل وما بقى بدنا اياك، هذا كله حكي ما بيتصرف محل. بتجمع 30 واحد بمظاهره، بتعمل لهم كل واحد انترفيو بيحكي 10 دقائق، طلع لك 300 دقيقه 300 دقيقه هوا، ببينوا كانه الدنيا كلها. ولكن الانتخابات مش 30 ولا 50، الانتخابات مليونين شخص عم ينزلوا ينتخبوا. هون بتبين ايه انا واثق من الانتخابات المقبله ونتائج الانتخابات المقبله وما قد تحمله، لانه سمير جعجع مثلا وغيره من القوى مراهنين على تغير كبير جدا بالمزاج الشعبي، وقد يكونوا على حق. صار لهم بيراهنوا من التسعين، يعني بس فل العماد عون بالجامعة يقولوا لي انه من كل عقلك بعدك عوني، وخلص راح العماد عون. ورجعنا صرنا نسمعها بال2005 انه وقتها رجع راحت شعبيته، كنا نحبه وقت كان بفرنسا، بس هلا رجع وتحالفاته خاطئه وراح يفوت بالحيط. بال2006 قالوا لنا التحالف مع حزب الله، هلا راح يطير حزب الله والعماد عون راح يفوت بالحيط لانه هو الحليف تبعه. بال2008 بال2009 يعني انا قضيت حياتي، قضيت 30 سنه من حياتي اسمع انه العماد عون فنش وخلص، وكل مره بيرجع العماد عون بيبرهن انه هو الاقوى، وهالمره كمان راح يبرهن. ليه؟ لانه الحكي يعني فيك كب اخبار قد ما بدك على العالم، بس يجي تحقيق او تنبيش وما يطلع عليه شيء، هالشخص بيطلع اكبر من قبل ما تكب عليه الخبريه. يعني وقتها كبوا قصه انه العماد عون سارق مصاري، وكانوا عم بيقولوا 20 مليون باول التسعينات، وحطوا القاضي لبيب زوين، بفتكر كان اسمه القاضي زوين، يكون هو يفتح يشيل المصرفي السرية المصرفية بلبنان لأول مرة، ويجرب يلاقي قصص عن العماد عون وتنحى عن الدوسيه، لأنه عارف أنه ما رح يصار لمحل، ويمكن يضغطوا عليه يصار لمحل وما قدروا يصار لمحل. هيدا بتكبروا للعماد عون على فترة، وقتها رح يفتحوا، وقتها هلا شو عملوا له تغطية إعلامية كبيرة ورح نحاكمه. أوكي يمكن بيتزعزعوا شوي العونية، ويلي ما بحبوه للعماد عون أنه إيه رح يتحاكم، بس وقتها بالأخير يطلع الحكي فستق فاضي، تطلع على مصلحته للعماد عون. يعني هو هذا اللي عم بيصير. يعني كل هالحكي هلا انه هو المسؤول، وهو اذا هلا صار في فورنسيك اوديت، واذا هلا بين خبريه الانفجار مين المسؤولين عنه، واذا كل الاتهامات اللي عم بكبوها جزافا حكي وطالع نازل عليه طلعوا كلهم انه كلام باطل، بالعكس بيرجع الشعبيه العونيه، كل يلي كانوا عونيه باخر انتخابات بيرجعوا بيروحوا بينتخبوا، ويلي كانوا محتارين بيقولوا والله الزلمه برهن انه نظيف وانه وبيروحوا لعنده. سيسمحوا له؟ رح يسمحوا له للرئيس عون؟ يعني اليوم مين في يمنع؟ الفورنسيك اوديت اللي عم تحكي عنه اليوم فيه عقبات جديده عم تطلع بالدرب لمحاوله منع هذا التحقيق الجنائي انه ياخذ مساره، يعني بعد في منظومه عم بتجرب عم بتحاول بشتى الطرق، نهار بتتغاضى عن شيء، نهار بتطلع ورقه، نهار بتسحب ورقه، بعدها مستمره، يعني ما في شيء تغير.
إيه بس نحن ما بدنا نقلل من أهمية تدخل الرئيس ماكرون. هذا ما كان تدخل إنه هو قاعد بالإليزي بعد برقية إنه أنا معكم كفوا الموضوع. الزلمة رئيس جمهورية ترك بلده وإجا لهون مرتين بشهر، آخر مرة إجا قاعد مدري كم يوم، جيب معه خبرة. الطريقة اللي عم يحكي فيها حط تقله وحط المصداقية تبعه، يعني ما في إنه بنص الطريق يرجع يكوع ويفل، وإلا بيكون بالنسبة للفرنسيين إنه أنت شو عملت، عملت عراضة يعني. هو جاي لهون تيوصل لنتيجة، والطريقة اللي عم يشتغل فيها هي طريقة مزبوطة. هلأ هو ما جاي محبة فينا، هون بنرجع على التيوري تبع لافوازيه لا ناتور ا اورور دو فيد، انه عم بيصير في الفراغ اللي فاكيوم موجود. عم بيصير في فاكيوم. التركي تهيج وصار بده يجي هو يعبي الفاكيوم. الفرنسي احسن بكثير من التركي، لانه نحن في منه عم يعدوا تدخل وما تدخل، منه تدخل وقت هو كل الوقت عم بيقول انه الشعب خليه يقرر. هيدا دعم، الدول الصديقه بتدعم. هو اذا اجى جاب لنا تحقيق دولي وفرنسيك ودعم وشغل مزبوط وقانون، هذا من مصلحتنا، هذا من مصلحتنا. مش جاي الزلمه انه يعين عالم مفوض سامي ولا انه رستم غزال جديد مثل ما البعض صار يحكي. هيدا الدعم لمصلحه يلي معهم حق ونحن اللي معنا حق. هيدوليك رح يبينوا انه نحكي على الفاضي يعني. يعني نظريه انه اليوم الرئيس ماكرون اجا وعوم عهد الرئيس ميشيل عون بتلاقيها مضبوطه ودقيقه، يعني هلا عم نسمعها كثير بهذه المرحله. ما اجا عوم، اجا هو لاحقاق الحق، لانه يصير في مقاربه لوجيك، لانه العواطف تهدى والدماغ يشتغل. هالشيء رح يؤدي الى التعويم، لانه العماد عون ما في شيء عليه، ولانه بس تبين الحقيقه هو الرابح الاكبر. بقى اللي عم بيصير انا كثير متفائل فيه. وكل واحد في عنده اذا بدك شيء بسموها الهيكل العظمي بالخزانه بالانجليزي. اذا كل واحد عنده هيكل عظمي بالخزانه، هلا بما انه جاي ماكرون عم بيطالب انه فتحوا كل الخزانات وخلينا، هدول خايفين عم يتخبطوا وما فيهم يجي يقول لا. يعني هلا يلي هن ضد الفورنسيك اوديت عم يفضح حاله. أنا عندي بالشركة وقت إجي أوقات يكون في سرقة، إجي لهم افتحوا اللوكرز كلكم، يلي بده يقعد يرتعب ويصير يجرب ما يفتح اللوكر، بحذر إنه 99% هو اللي سارق. قبل ما فوت معك على اليوم، كان في كلام لافت لرئيس القوات سمير جعجع. قبل ما افتح هذا الكلام، ميشيل إليفترياديس، أنت عوني او انت تياري؟ يعني اليوم في ناس بتراهن وبتقول بعد الرئيس عون في كثير رح يتركوا التيار الوطني الحر، انت من اي ناس اليوم؟ انا ما عندي بطاقه تيار، مش لانه بس ما بعرف يعني، ولا مره اخذت بطاقه التيار. انا بالاول جبران باسيل على العلاقه الشخصيه اذا بدك ما كان قاطع كثير الكوران بيني وبينه، ولكن كل ما عم يقطع الوقت عم بصار على قناعه انه عم يشتغل على الطريق المضبوط، وانه العماد عون باختياره جبران كان كمان اختيار صائب. ليش؟ يعني لوقت الحمله كلها مفروض تبعد، يعني تاخذك لمكان اخر، ليش اليوم عم بتقرب اكثر وتعتبر انه كان خيار صائب جبران باسيل؟ لانه الاتهامات مثل اللي كانت على العماد عون كله حكي، يعني اذا في حدا بيجيب شيء. انا قلت لكذا حدا من يلي بالطيار وتركه او من الناس اللي هن عونيه ولكن ما بحبوه لجبران، انه خيي طيب جيبوا شيء شغله، جيبوا شيء غير انه حكي. مثل انا قلت لهم كنا نسمع هالحكي كمان عن العماد عون انه اخذ 20 مليون ورايح فيهم، كنا نسمع اشاعات. قلت لهم يلي كان عم ينقال من 30 سنة على العماد عون عم ينقال هلأ على جبران. بعدين أنا وقتها بشوف شخص بيكرهوه لهالدرجة جنبلاط وجعجع والحريري هلأ، بقول أكيد فيه شيء منيح تكرهنينه. يعني أكبر دليل على إذا بدك على أنه شخص عم يشتغل مزبوط هو الكره تبع أعداء البلد وتبع الناس اللي أنا بعتبرهم أنه هن سبب الخراب. دقلن دق بالاستابليشمنت بالشاس جارديه تبعولن يلي هن تعودوا على سنين انه ما حدا يقرب فيها. قرص بعجين الكل. يعني مصار انا برايي دخل التيار الوطني الحر الى السلطه اليوم، مصار جزء من هذا الاستابليشمنت اللي عم تحكي عنه.
لا، لانه الفكره اللي كان عنده اياها جبران هو انه القلب من جوا، وبفتكر عم يقدر يعملها. عم تكلف اذا بدك، وكان طبيعي انه تكلف غالي يلي عم بيصير، لانه بمحل هالقلبه لازم تنعمل. هاللي صار مضطرين نحن، يعني ما فيك انت تعمل عمليه اذا في سرطان او في ورم خبيث بدك تستأصله، مجبور تعمل العمليه. اللي عم بيصير هلا هي عمليه تطهير ضروريه كانت تنعمل، ولكن الورم بما انه عمره 30 سنه بتكون العمليه اصعب بكثير، بيكون اكبر. يعني الجراحين بيعرفوا انه الورم الصغير اهين بكثير التعاطي معه من الورم الكثير كبير. بس بتامل ما يكون وصلنا على الميتاستاز، بفتكر انه ما وصلنا له، ولكن يلي صار هلا لو ما صار هلا كان البلد رايح على خراب اكبر بكثير. وهذا اللي قبل حكينا فيه، انه الواحد بيقول لك اوقات انه ما في اكثر، لا في خراب اكثر من هيك. بعدنا يعني انا بعدني هلا نازل من الجبل لهون، بعد عم نقدر نتنقل، بعد البنك عم تعطيك كم 100 دولار بالشهر، كان فيهم يكونوا كلهم اختفوا. في بلاد العالم ناموا وقاموا، كانوا طارت، كان طار كل المدخرات تبعهم. بس في وزراء خارجيه بالخارج عم بيحكوا عن خطر زوال للبنان، يعني لما نهدد او مش نهدد، نرفع السقف ونحذر من خطر جاي، يعني بعدنا بالازمه، يعني بعدنا بعمق هذه الازمه. منيح تخوف، يعني هن بالنهايه تا يصير في اسراع مضطرين يستعملوا هيدا الحكي. يعني ماكرون كمان ما في يقعد، يعني اذا بده يشتغل على الموضوع ما في صفي شغلته وعملته، بدها القصه تنحل بسرعه، ما في يقعد على سنه ونص قاعد يشتغل بلبنان وتارك عنده في انتخابات قريبا، في عنده مشاكله الداخليه، بده هالمشروع يخلصه بسرعه، ما بده يجي التركي محله. الامريكان عم ينسحبوا من المنطقه، يعني كل اللي عم يصير بالمنطقه هون، هالمشاكل اللي عم بتصير وهالتحالفات العجيبه غريبه بين بلدان بالخليج مع العدو، وهيدي كلها نتيجه انه الامريكاني شوي شوي عم يطلع من المنطقه، عم يروح على محل اذا بدك بيشبه الايزولاسيونيزم يلي كان بامريكا من بعد الحرب العالميه. نعم ميشيل، كنت عم تحكي عن جبران باسيل. جبران باسيل منه اليوم طاعن، يعني ما بيطعن الاتفاقات اللي بيمشي فيها. بيقول سمير جعجع اتفاق معراب المطعون، هيدا الوصف يلي وصفوا فيه لاتفاق معراب. من طعن اتفاق معراب؟ بطبيعه الحال جبران باسيل. هلا اذا انا اذا بدك تروح انه اذا واحد مقضى حياته يطعن، منيح شي مره يرجع ينطعن. يعني ما عندي مشكله اذا قال سمير جعجع، بقول له بتستاهل. يعني انا مش انا اللي راح اجي اتاسف على انه اللذع من الكاس اللي هو عاده بيلدع منا. ما عليه هالقد بسيطه. بعدين هيدي الطعنه، هيدي الطعنه بالسياسه، يعني يا محلى الطعنه بالسياسه على الطعنه بالامن او الطعنه بالعسكر بالحروب يلي هو عودنا عليها. هيدي الطعنه بالسياسه، سياسه قائمه على ديلات بينعملوا بيرجعوا بيفرطوا. هيدا تاريخ السياسه كل عمره هيك باكثر البلاد اللي فيها رقي بالسياسه، سياسه مبنيه على هالشيء، اتفقت معك انا على موضوع مشينا فيه على فتره، بطلنا ماشيين فيه، كبرت انت راس بقول لك حل عني. هيدي هي السياسه بالعالم، قائمه على هالشيء، ما في يجي هلا يقعد يبكي وقت اللي هو كان في اتفاقيات عسكريه وامنيه كان عم يطعن فيها. بهالبساطه الخبريه، بس اليوم عم نحكي عن اتفاق كان ركيزة، مفروض يكون ركيزة للساحة المسيحية بمكان معين. ونقطة تانية، أنا يعني بسألك، أنا أكثر شخص مبسوط أنه فرط الاتفاق، لأنه أنا الفترة الوحيدة اللي بعدت عن العماد عون وما كنت عم شوفه وصار في جفا هي الفترة تبع أوعى خيك. يعني أنا بعد هيدي مشكلة كبيرة، لأنه أنا إذا خيي أزعر وإذا خيي بيعمل مشاكل بالحي وإذا خيي بلبجو انا، يعني انا مش اوعى خيي وما بخلي جيراني يقربوا على خيي، بالعكس انا يمكن بروح مع الجيران ضد خيي لانه بكون مستحي بخيي وبتصرفاته، مش اوعى خيي وبقويه على حساب باقي العالم على الاوادم. بس سمير جعجع اليوم يلي معتبر انه هو مطعون بهذا بما جرى اليوم، بيحكي وبيقول بشكل واضح انه هنالك البعض من اراد مصلحه ضيقه عبر اتفاق معراب وهي مصلحه ايصال العماد عون، وبكفي بيقول لا يلبث وصول العم للرئاسه حتى يسارع الصهر الى تمشيط ذقنه.
هيدا كيف فهمتها بكلام سمير جعجع؟ يعني وكأنه عم بيلمح أنه وصل الرئيس عون أو وصل العماد عون إلى سدة الرئاسة، اجت استفادة جبران باسيل وبلش يجهز حاله لمناصب ومن بعد أيضا لاستحقاق رئاسة جديد، واليوم سمير جعجع بيقول استحقاق الرئاسة لما رح يفتح لنا في كلام آخر. هي ما كل واحد ماروني بيتعاطى سياسة عم بمشط دقنه، يعني انه هو شو انه متفاجئ انه في حدا من الموارنه الموجودين بالساحه السياسيه مش طموحه الاعلى هو يعمل رئيس جمهوريه، في ضابط ماروني بالجيش اللبناني مش طموحه يعمل قائد جيش، في سني بلبنان بيتعاطى سياسه مش طموحه يعمل رئيس حكومه، في شيعي مش طموحه يعمل نائب ويمكن رئيس مجلس نواب اذا التاريخ سمح له والوقت. يعني ما كل واحد بطيفته، وهيدا حق طبيعي. عادة الناس بفوتوا بالسياسة بيكون ناس طموحين، يعني إذا واحد قرر إنه ما بعرف شو يشتغل يتوظف بشركة، عادة أوقات بيكون مثلا ليفل الطموح تبعه منه مثل طموح يلي بفوت بالسياسة. يلي بفوتوا بالسياسة بيكونوا بالتركيبة تبعولهم ناس كتير طموحين وناس مستعدين لمعارك وشخصيتهم قوية. دونك كل يلي بالسياسة بيطمحوا للي أعلى شيء فيهم يوصلوا له بهالسيستم. بقى انه شو انه هو لو بيصير له يصير رئيس جمهوريه سمير جعجع هو ما رح يشوفها، ما بيقدر يشوفها اصلا. ليه ما بيقدر يشوفها؟ ما بيقدر يشوفها ماروني يمكن ان يترشح للانتخابات الرئاسيه، ويكون هو ترشح بالانتخابات الرئاسيه من فتره ونال اصوات بالمجلس النيابي. ما بيقدر بس انه هو لو بيصير له بيعمل المستحيل. بس شو 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 بيمنعه؟ يعني ميشيل واقعيا شو بيمنعه؟ رجل طموح، عنده طموح، يتعاطى السياسه، عنده علاقاته، عنده تحالفاته، عنده استراتيجيه معينه يعتمدها، شو بيمنع سمير جعجع يكون رئيس جمهوريه للبنان؟ ليش دائما بنلحظ سمير جعجع خارج معادله الرئاسه؟ لانه في دوسيه ثقيل بتاريخه. في هو انا برجع بقول انه اذا هو بده يوما ما يطمح لهالمواضيع، واذا بده يرتاح من يلي مثلي يلي بيذكره العالم بتاريخه، في يطلب بيرجع المحاكمه، بيقدر يرجع يطلب المحاكمه ويرتاح. طب اذا سمير جعجع اليوم بعيد من الرئاسه، في ناس بتحكي بشكل واضح بتقول انه هدف، كما كان هدف من اهداف الرئيس عون، وكانوا دائما يقولوا رئيس عون هو العماد عون ما عنده الا هدف واحد هو رئاسه الجمهوريه، اليوم في ناس بتقول الوزير باسيل ما عنده الا هدف واحد هو رئاسه الجمهوريه. يعني المشروع السياسي كله مبني على الوصول الى هذا المركز. لا، الوصول هو حق مشروع لكل حدا، طرق الوصول هي اللي بيكون فيها عليها أوقات تساؤلات. يعني نهار يلي الوزير باسيل بتصرف بطريقة لا أخلاقية تيوصل هون، فيك تجي تنقض عليه وتعمل له مشاكل. هو ولا مرة من يلي بتشوفه على التلفزيون أو يلي عم يحكي أنه أعلن هالموضوع. نحن ما فينا نجي نحكي عن النوايا، بس انه لوجيك ما مثل ما قلت لك انه كل واحد ماروني بيشتغل سياسي بيطمح لهالموضوع، عنده حظوظ، وهو اكيد عنده حظوظ وقت الواحد يكون عنده اكبر كتله بالبرلمان. ثاني موضوع، ثاني شيء انه بس الغضب الغربي عليه، الغضب الغربي عليه، الانتقادات الغربيه عليه، ما بيسمحوا له يمكن بهذا الموقع. لو الانتخابات بكره على بكره كنت بقول لك انه صعبه، ولكن بعد في للعهد بعد في سنتين للرئيس، وبسنتين بلبنان بيصير تغيرات، بارادايم شيفتس بيصير بسنتين. يعني الشيء اللي هلا يمكن اكثر شخص محبوب هلا بده يصير اكثر واحد مكروه، واكثر واحد مكروه بيصير اكثر واحد محبوب، والثوره يمكن تكون صفت منسيه اوريدي. انا بعتبر انه الثوره فنشت. يعني كان الغلط بهيدي الثوره انه شيء كثير بشع، أخذ مبادئ، حكي بمبادئ كتير حلوين. بس الثورة بعد ما خلصت ميشيل، الثورة بعد ما خلصت واقعيا. الثورة خلصت. ليه خلصت الثورة؟ الثورة يمكن عطيت مهلة، مرحلة محددة، بس اليوم الثورة لدى الشعب كاملة، كل المعطيات موجودة لترجع الناس على الأرض، لنرجع نشوف هذه المشهدية، شو في شيء تحسن بحياة الناس أصلاً؟ لما نقول الثورة أنا عم بحكيك عن العالم يلي عملوا لوجويات للثورة، اللي اعتبروا حالهم قادة للثورة. الثورة لسوء الحظ هالكونسبت يلي كتير حلو،
نحط بإيدين عالم ما بيشبهوا أبدا الثورة. يمكن من بيناتهم حكيت عن واصف حركة، إيه إنه واصف حركة ثورجي، ثورجي بالمفهوم الفلسفي تبع الثورة، زلمة الباك جراوند تبعه ماركسيست، زلمة مثقف، زلمة أوتنتيك بينزل هو، إنه هيدا ثائر مزبوط. بس إنه بولا يعقوبيان مثلا إنه ثائرة صعب شوي. يعني الواحد مش بس وقت يسمي حاله، يعني إذا أنت سميت حالك مفكر ما بتصير مفكر، بدك تكون عندك شمين ما، بدك يكون عندك تاريخ. اللوحات أوقات تحكي بموضوع اللوحة هي زيتها، هي بتطلع أنت باللوحة، بيجي الخبير إذا هيدي اللوحة عملها ابن الجيران تيتسلى هي للكب، ولكن إذا هاللوحة بتجي أنت بتقول له هاللي عملها هو فلان فلاني، هيدا تاريخه هيك عمل، هيدا الشمين ما عرض هون، بصير قيمتها غير شيء. دونك إذا بولا يعقوبيان طلعت حكيت إنه أوجاع الشعب ودمعوا عيونه وعملت حركات، ونحن منعرف تاريخها لبولا يعقوبيان وين كانت ليه منعير الناس دائما على تاريخها؟ يعني اليوم لا تستحق، لا تستحق بولا يعقوبيان انه هي استقالت من البرلمان، سمعت الناس شو بدهم، تطلعات الناس تطلع ربحانه، فكرت طيب بس وقع الامور أو... ليه بدنا نضلنا نفكر بماضي بولا يعقوبيان وتاريخها وشمين اعلامي استقالت وصوليا، مش استقالت لانه يعني كل من استقال وصوليا. الناس بتقيمها اول شيء بكل الميادين بكل المهن على السي في تبعوله. يعني انت بكره اذا طلع بدك فيلم من هون ورايح على السي ان ان بيقولوا لك جيب لنا السي في، مش بيقعد معك بيقول لك شو، بتقول له انا اهم واحد واقوى واحد وافكاري. الحكي شيء، الواحد بيصير قيمته بالسي في تبعوله. بولا يعقوبيان راحت عملت انترفيو لرئيس حكومه ملقوط هونيك، اجت تقول انه لا منه مجبر. بولا يعقوبيان طلعت مع سبعه ومدري شو، تخانقوا معها بعد بيومين. التعاطي مع المواضيع الصغيره، يعني النبض من يومين، الطريقه، هل اذا بدك الشعبويه يلي بازيك، يعني كل الوقت المقاربه للموضوع شعبويه، انفعالات على خي كلنا ضد المرض وكلنا ضد الجوع بس كلنا ضد الفقر. بس وقفت مع الناس بوقت ما حدا وقف معهم بحملات، اذا الواحد نزل على الشارع وقف مع العالم لا ما في طيب. بس اذا بقينا بالقصور وين من كل شو عم نعمله للعالم؟ شو يعني بالقصور؟ يعني اذا بقينا على مقعدنا بقصورنا ببيوتنا ما عملنا شيء للعالم. بتقدر تعمل ليك، تقدر تكون قاعد بالقصر تبعك وما عم تنزل على الشارع وعم تعمل شغل بجيب نتيجه 10,000 مره اكثر من يلي قاعد بالشارع قدام الكاميرا يعمل عراضه ويحكي. الحكي والتنظير بالشارع وهدول حركات ما بتعمر بلد. تعمير البلد بيتطلب تخطيط، تفكير، علاقات دوليه، اقناع ماكرون بانقاذ لبنان. في طريقه شغل ما بتقتصر بالنزله على الشارع. حسان دياب عمل لهالبلد، حسان دياب اخذ قرارات كثير حلوه، حسان دياب وقت تحرك صوب الشرق وقت لمح بالحكي بروح صوب الشرق جابت نتيجه. ليه فشل؟ التاريخ الفشل هو يلي قبله. الفاشل الكبير هو سعد الحريري يلي يكتب كتب بالميس مانجمنت تبعه. الفاشل الكبير هو اللي بيورط شركات بالمليارات وبيطيرها. الفاشل الكبير بس برضه مصرين يضلوا مع سعد الحريري بيصيروا مليارديريه، برضه بدكم سعد الحريري يرجع لرئاسه الحكومه. بدهم، ما حدا بده اياه، هو عايشها وعنده وسائل، عنده صحفيين ماجورين ومسلفهم. لا بس ما بواقع السياسه قد ايه نجرب يرجع سعد الحريري ويحطوا ايدهم بيد سعد الحريري. ما رجع بالنهاية، ما رجع بس بعده بأول مسيرته. يعني بكرة بعد مرحلة مسيرته بلشة خالصة، يمكن يعتبر سعد الحريري بمرحلة معينة مثل رفيق الحريري هو المخلص على عتبة مرحلة اقتصادية قد تكون الأدق. يعني احنا بعدنا عم نتقدم بالمراحل بالخطورة. أنا برأيي خلص، يعني أنا بنهاية ما في إجا أعطي رأي غيري. أنا برأيي أنه خلص، أنه خلص. وبرأيي كمان أنه حسان دياب، الرئيس حسان دياب عمل شغل أكثر من رائع للبنان وللقضية، ولكن أوقات يلي بيبين منه هو الحقيقة. Perception beats reality. أوقات بتشوف، مش عاطي الإكزامبل على التلفزيون، بس بتشوف واحدة بتفكر شيء بيطلع شيء ثاني. يعني وسقط ضحية فريقه السياسي يلي جابه، يا أخي سقط ضحية، بس يمكن هو على المدى الطويل يكون بطل.
انت عم تقول لي سعد الحريري ما خلص، انا بقول لك حسان دياب ما خلص. حسان دياب بيقدر يكون مشروع ليدرشيب، الليدرشيب ما بينعمل اوفر نايت. الزلمه فات بالسياسه، ظهر منا على فتره، يمكن يرجع يجي. اللي بيعرفوه للرئيس مصطفى اديب بيقولوا انه شخص كمان عنده بوتنشال كثير كبير. الحلو اللي عم بيصير هلا انه كل هالتفريغ يلي عملوه بيت الحريري للزعامات السنيه عم بيروح. يعني احنا هلا عم نشوف وجوه جديده، كلهم ناس مثقفين، يعني كلهم الاثنين اذا بدك الرئيسين الحكومه حسان دياب ومصطفى اديب ناس معلمين، في عندهم ثقافه كبيره، اذكياء، كل المحيط تبعولهم بيشهد لهم بالنزاهه بالاخلاق. هذا شيء كثير حلو. ميشيل، وين بنروح بقاعده الحريري؟ هلا اذا هيدي شو اسمها الحريري، سمار الحريري منهم عجبينا، هيدي مشكلة تانية. يعني مش انه هي اللي بتقيم السياسة وهدول اللي بيردحوا بالفيديوهات. يعني نحن المشكلة تبعونا انه صار نتأثر على الفيسبوك، يعني بيطلع كل واحد تقيل الدم بشع ما بينشاف، بحط الكاميرا قدام حاله وبصير بده يقرط نظريات، ونحن بنصير نفكر انه هدول هن نبض الشارع، او اذا 50 واحد نزلوا سبوا دقوا على الطنجرة. مش هيك بتكون الحياة السياسية بالبلد، ومش هدول هن اللي بيمثلوا الديمقراطيات. الديمقراطيات تقيم بالاقتراعات، تقيم بالاستفتاءات، لو في استفتاءات مضبوطة، مش بكم هبيلة عم يحكوا عم بيسبوا. ما هيدي هي طريقة الشغل. بعدين الإنسان بينعرف عادة، الزعيم الكبير هو لما بيقطع وقت وبصير فيك تقدر أنت تسأل المؤرخين والناس اللي عندهم وصول على الارشيفات شو عمل هيدا الشخص. يعني نحن بنعرف انه فؤاد شهاب مهم هلا، وقتها كان فؤاد شهاب بايامه كانوا قايمين قيمتهم عليه المسيحيه، وكانوا يعتبروه انه ما عم يشتغل مزبوط للبلد، وانه رد على اصوله لانه بيت شهاب كانوا مسلمين. كان في حكي البلع عقل بالشارع المسيحي، هالشيء ما منع انه هلا في اجماع انه فؤاد شهاب كان شخص مؤسسات وعمل شيء منيح للبلد. اذا التاريخ سينصف الرئيس عون بعد مرحله. بس لاختم سريعا معك برايك، كنت عم تحكينا عن السيفي، بالسيفي اليوم اين اخطا الرئيس عون واين نجح الرئيس عون؟ تاختم معك بهذا السؤال. اخطا بالكوميونيكيشن، مش هو كوميونيكيتر منيح، بس بالاكيب كان لازم يتفسر اكثر للعالم على اللي عم بيصير، ويكون في كل الوقت تضوي الإضاءة على، يعني ما نجي نقول لهم ما خلونا نشتغل بعد فترة. كان كل مرة ما عم بيخلونا نشتغل لأنه بالفعل ما كانوا عم بيخلونا نشتغل، كان لازم يكون في أكثر تطبيل وإضاءة ومشكل على أنه شوفوا هون شو كنا عم نجرب نعمل ومين عرقل وبالأسماء. اور نحن ضلينا يجرب ويرجع، لانه مره كنت عم بحكي معه قال لي انه الايد لحالها ما بتزقف، ولازم نقدر اوقات نروقها ونجرب مع الباقيين، لانه بالنهايه هيدي هي التركيبه. دونك هون اخطأ بانه كان لازم يضلوا اكثر واضح مع الناس، فاتح الحكي مع العالم وفاتح النار على الاخرين. وين نجح؟ هيدن بمحل هيدن. هو هالمهادنة كانت برأيي ما كتير والنجاح مفقا. وين شفت يعني 4 سنين بيقولوا عنه المعتمين، وين كان النجاح؟ إذا بدك النجاح كرئيس جمهورية، ايه كعهد، ايه النجاح إنه ما خاف إنه يطلعوا فيه الألغام. النجاح هو إنه ما قبل يكون ميشيل سليمان تاني. كان فيه هو إذا بده يعمل رئيس جمهورية ويكفي رياض سلامة يعمل الكشتبين ويجيب شوي مصاري من هنيك ويركب قصص، كان فيه يكفوا يقول لهم كفوا بزنس أز يوجوال، الكومبينات تبعولكم والتمريقات، يكفي سامح للأتراك يكونوا حاطين عنا على الحدود الدواعش، عمل فجر الجرود هو. يعني بمحل العماد عون نجح بانه ياخذ المخاطره انه يطلع فيه الالغام، وهيدا هو المسيره تبعه، انه زلمه ما بخاف مقدام مهما كانت الكلفه تبع يعمل الحق بيعمله. شكرا لك ميشيل الفترياديس على هذه الاطلاله، رح نبقى سوا.